السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه مع سميحه. اواشركم بروكه اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد البسيط لاص بالدجاج انا وماما، ملحين بحشوه رائعه وكتجيب مذاق الحوت لذيذه بزاف. تابعوا معايا الفيديو الى الاخير وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم كيف جاكم الفيديو واذا جربتوا الوصفه. ايضا ما تنساوش تشاركوا معنا التعليقات والاراء ديالكم. خليكم مع الوصفه وطريقه التحضير. اذا غنحتاجو تقريبا واحد الكيلو ديال الدجاج، غنديرو معاه واحد 7 الفصوص ديال الثوم مدقوقين مدقوقين اولا يعني المكوم في هاد الاله ديال الثومه. عندي واحد نصف حامضه كبيره مصيره، غادي ناخذو داك اللب ديالها غادي نقطعوه بمقص، وغناخذو ايضا داك القشره ديالها غادي نقطعوها رقيقه بزاف. هانتوما تبعوا معايا الطريقه اللي كتحضرها بها ماما. كنحيدو له داك اللب كامل باش نقطعو ويجيونا هكا كطريفات صغيورين صافي. وكنبقاو نقصوه هكايا بالمقص. هنا عندنا نصف حامضة كبيرة اولا ديرو حامضة صغيرة حيت باقي غادي نستعملو ايضا الحامض طري. غنضيفو واحد نصف معلقة كبيرة ديال الهريسة اولا معلقة على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب شحال كتبغيو ديال الحار. غندير واحد زوج معالق ديال خرقوم عواد، زوج معالق كبار. كيف كتعرفوا الدجاج كيشرب لينا العطريه ماشي بحال الحوت، كيفاش كنحاولوا نكثروا شويه. غندير واحد المعلقه كبيره ديال سكينجبير اولا الزنجبيل. نصف ملعقه كبيره ديال الابزار اولا معلقه صغيره ديال الابزار. معلقه صغيره ديال الملح، وناخذوا الاحتياط ديالنا لاننا درنا الحامض وغنعاودوا نديروه طري، فالملوحه مع الحامض راه كتجر بزاف. وهنايا غنضيف واحد شويه الفلفل الاحمر حار، نتوما على حسب الذوق ديالكم كيف قلت لكم. انا راه درت الهريسه وغندير ايضا هاد ما كتسمى الشونيه اولا ديك التحميره الحاره. وهنايا هذا هو السر ديال البسيطلات ديالي باش كيجوني لذاد بزاف وبالمذاق ديال الحوت. غندير زوج معالق كبار ديال القشره ديال القمرون. حنا الصراحه وقت ما خدينا القمرون اولا الكروفيت كناخذو ديك القشره ديالو وكنكرموها في الفران غير في الصاد ديالو باش ما تحرقش، ومنين كتكرم ليا مزيان كنطحنوها وكيبقى عندنا ديما داك البودغ ديالها كنستعملها في كاع العطريه ديال الحوت ديالي. كنضيف هنا واحد 3 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس وايضا الزيتون طريفات مع الهريسه هنا عندي بلادم. وغادي ندير واحد الحامضه صغيره معصوره. هنا صراحه عندي هذوك البيتات، راني شاركت معكم الطريقه ديال حفظ ديال الحامض. وواحد نصف كاس صغير ديال الزيت عفوا، وديك القشره اللي بقات ليا ديال الحامض غنوضعهم يتشحروا ويطيبوا. وغادي نحضروا الشعريه الصينيه ديالنا. كيف كتعرفوا الشعريه الصينيه ديالنا عاديه، راه كنسخن شويه الماء كنوضعها فيه لانها دغيا كتحضر ودغيا كتطلق صافي. غادي نديرها في شويه الماء ساخن تطلق ليا مزيان، وغادي نوضعها تصفى ونخليها على جانب باش نكمل معاكم التحضير ديال الحشوه. اذا من بعد ما طاب ليا الدجاج كنهزوه، كيبقى لينا داك المرق ديالو. كندير فيه هنايا الخضر، واحد الفلفله خضراء كبيره وواحد الكورجيت محكوكه وواحد الجزره مبشوره حتى هي. هنا الصراحه زدت عليه شويه الكريفات كان عندي في الفريكو، اذا ما عندكمش ما كاين حتى شي مشكل غتزيدوا غير شويه ديال هذيك القشره ديال القمرون اللي قلت لكم. كتحضروها بديك الطريقه، ديروا واحد زوج معلقات كبار ايضا في هذا المرق مع الخضر. انا صراحه كان عندي شويه الكريفات في الفريكو فردفتو عليه صافي. غنشحر الكل وغادي نجيو نكمل معاكم الطريقه ديال التحضير. صافي، من بعد ما تشحرت لي ديك الخضره مع القمرون ديالي كنخلطها مع الشعريه الصينيه لي صفيناها قبل، وهذاك الدجاج كنفرتوه مزيان صافي. غنجيب لنا واحد باسيل كبير اولا قصريه، غادي نخويو ديك الحشوه كامله مع بعض، وغادي ندير معاها واحد زوج معالق كبار ديال الموطاط. موطاط صراحه كيخلي ليا واحد اليوغو زوين بزاف في البريوات ديالنا ديال الحوت. وغنضيفو واحد 3 معالق كبار ديال صوص الصوجه
صافي، وغادي نخلطوا الكل تيتمزجوا ليا المكونات كامله مع بعض، وداك الدجاج مع الشعريه الصينيه ومع الخضر ديالنا تيقوا بيا هذه الحشوه كتجي رائعه جدا جدا. وما تشكوش انكم يعني كتاكلوا الدجاج، بالعكس كتحسوا كانكم كتاكلوا الحوت. صافي، بالنسبه للطريقه ديال اللف ديال البسطيله ديالنا، هنا الصراحه ماما كتاخذ ديك الوريقه ديال البسطيله كبيره كتقسمها على ربعه، منين كنقسموها على ربعه راه كنحصلوا هكايا على ربع ثلثات ديال الورقه. هانتوما تبعوا معها الطريقه كيفاش كتحضرها، صراحه سهله بزاف وما كنضيعوش فيها بزاف الورقه، وما كنحتاجش يعني شي حاجه ولا شي مول ولا شي حاجه يعني باش نحضروها، كتجي زوينه غير هكا يدويا. صافي، من بعد ما لفات في ديك الوريقه ديالها الاولى كتعاود دير وريقه اخرى، كندهنوها بشويه الزيت والزبده ضروري جدا. كيف قلت لكم داك النهار في الفيديوهات اللي قبل ديال البريوات اللي حضرت معكم زوج مالحين والحلوين، حنا ما كنقليوهمش نهائيا، فقط كنديروهم في الفرن كيجيو مقرمشين وبلون ذهبي رائع جدا غير بالزيت والزبده. صافي، هنا كدير شويه الماء مع شويه الدقيق باش كتلصق ليا ديك الورقه وما كتفكش لينا مازال. صافي، وكنحاولوا نزيروا عليها بشويه باش ما تقطعش لينا الوريقه ديالنا، وكنحصلوا هكا على بسيطله زوينه والشكل ديالها يعني رائع جدا، ما كتحل لينا ما حتى شي حاجه. كنعاودوا نهنوها بشويه الزيت والزبده وكنحطوها. هانتوما شوفوا معايا كيف كيجي الشكل ديالهم، صراحه كيجي زوين بزاف وما كتحلش حتى شي حاجه. ايضا الورقه ديال البسطيله راه غنخليها لكم في اخر الفيديو، راني فايت ليا حضرتها معاكم كتجي ناجحه جدا، هي باش وجدنا البريوات ديالنا هذا رمضان كامل صراحه، وجميع البنات اللي جربوها جاتهم رائعه جدا. بصحتكم من هذا المنبر وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. صافي، غنكملوا الكميه كامله بنفس الطريقه، كنلفوها في ديك الثلث الاول ديال الورقه، وكنجيبو الثلث الثاني كنعاودو نلفوها وكنحاولو نزيرو عليها غير بشويه بلاش ما تقطعش ليا الورقه ما حتى شي حاجه. طبعا كيف قلت لكم كنديرو شويه الزبده والزيت باش ديك الورقه ديالنا تبقى لينا زوينه، ويجيونا دوك البسيطلات مقرمشين ومحمرين ومذهبين بلوين زوين. وكنديروا شويه الماء مع داك الدقيق باش كنلصقوا ديك الورقه ديالنا وما كتفكش لينا. صافي، كنحاولوا نقرصوها غير شويه وكنحطوها في اللاطه ديالنا. صافي، كانوا هادو هما البسيطلات ديالي. هاد الحشوه الصراحه خرجت لي واحد الكميه وفيره، واحد زوج طلاطات درتهم ايضا 30. صافي، كيف قلت لكم دائما حنا كنصهدوهم، ولكن قبل ضروري جدا اننا نثقبوهم بواحد العود ديال الكوردون باش ما يتفرقعوش لينا. كنديرهم في الفران، نشعلوا عليهم من التحت ومن الفوق. كانوا هذا هما البسيطلات ديالي، وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوهم، راه كيجيو رائعين جدا، وتخليوا لي التعليقات ديالكم كيف جاوكم. ما تبخلوش عليا ايضا اذا كنتو مجدد في القناه، مرحبا بكم والف مرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على الجرس وتفعلوا الاشتراك ديالكم، ومرحبا دائما بالاقتراحات ديالكم. نخليكم دائما في امان الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله.